بنصبح على حضراتكم مره تانيه، ودلوقتي بقى معانا اخبار الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده لسه في ارتفاع في درجات الحراره على كافه الانحاء. الطقس هيكون مائل للبروده صباحا، حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وجنوب سيناء وجنوب البلاد. مائل الحراره على السواحل الشماليه الشرقيه، دافئ على السواحل الشماليه الغربيه. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على اغلب الانحاء، وفي شبوره مائيه الصبح على بعض المناطق والطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان النهارده في اتربه عالقه نهارا على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك. كنا متفقين انا وحضرتك ان احنا هنصيف ونلبس الملابس الصيفيه ونشم النسيم، بس انا ما قدرتش النهارده بصراحه، حسيت ان الجو كمان لسه مش حر قوي لدرجه ان احنا نخفف الملابس بالشكل ده. هو بالفعل فترات الليل لسه فيها اجواء بارده واجواء مائله للبروده، لسه فيها انخفاض في درجات الحراره، رغم ان درجات الحراره خلال فتره الليل بدات تتحسن بالشكل الكبير، لكن احنا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاع في درجات الحراره، واللي متوقع ان هو يستمر معانا اليوم، لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه القادمه من الصحراء الشرقيه، فبالتالي الكتل دي مرتفعه في درجات حرارتها. امتدادنا مرتفع جوي، الجو العليا بيعمل بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه اليوم العظمى على القاهره الكبرى. فتره النهار 33 درجه مئويه، المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد بتوصل ل 36 و37 درجه مئويه. فاجواء فتره النهار اجواء حاره على اغلب المحافظات الموجوده في الجمهوريه، لكن اول ما اشعه الشمس بتغيب وبندخل في فترات الليل بالفعل يحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بيكون فرق كبير بين فتره النهار وفتره الليل، احيانا بيتجاوز ال 10 وال 12 درجه مئويه. فاجواء فتره الليل بتكون اجواء مائله للبروده في اغلب المحافظات. كمان اليوم متوقع يكون في اتربه عالقه وشوائب عالقه في سماء اغلب محافظات الجمهوريه خلال فتره النهار، ودي هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق خلال فتره النهار، زي الشبوره المائيه كده. احنا كان اليوم في شبوره مائيه فتره الصباح الباكر، لكنها بدات تتلاقي مع سطوع اشعه الشمس وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. الشوائب العالقه زي الشبوره المائيه كده بس خلال فتره النهار. النهارده كمان متوقع يكون في نشاط للرياح في اقصى غرب البلاد عند مطروح والسلوم وسيوه، ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه فقط في اقصى الغرب، لكن باقي المناطق الداخليه فقط اتربه عالقه. ذروه الارتفاع ده هيكون غدا للثلاثاء ان شاء الله، لان احنا غدا متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 34 ل 35 درجه مئويه، وده ذروه ارتفاع في درجات الحراره بالفعل. لكن هيحصل انخفاض في درجات الحراره من يوم الاربع، تبدا الكتل الهوائيه الشماليه تاثر علينا، منخفض جوي كمان في طبقات الجو العليا، فتبدا درجات الحراره تنخفض انخفاض تدريجي، تكون 29 يوم الاربع، مع يوم الخميس والجمعه توصل ل 27 درجه مئويه، ودي الاجواء الربيعيه اللي احنا معتدين عليها في مثل هذا الوقت من العام. ناكد ان احنا ممكن نخفف الملابس فترات النهار، لكن برضو مش هتكون ملابس صيفيه. فترات الليل لو احنا بنخرج ومعانا اطفال مهم جدا ناخد بالنا، لازم نصطحب معانا جاكيت، لان فترات الليل خلال فتره عيد الفطر ان شاء الله متوقع ان درجات الحراره الصغرى تكون 15 درجه مئويه فتره الليل، فهنحس بالاجواء البارده فترات الليل، خاصه كمان ان في بعض الايام هيكون فيها نشاط للرياح هيساعد بشكل كبير على الاحساس ببروده الجو. طب بالنسبه للرطوبه يا دكتور، هل مرتفعه ولا في يعني معدل الطبيعي ليها؟ هي نسب الرطوبه خاصه فترات الليل يعني لسه ما ارتفعتش بالشكل الكبير فترات الليل وفترات النهار عشان تحسسنا بارتفاع درجات الحراره، هي في المعدلات الطبيعيه ما فيهاش ارتفاع، وخاصه فترات النهار كمان، لان لو احنا في نسب رطوبه مرتفعه في الجو فتره النهار كنت حسينا بدرجات حراره بتبقى اقوى شويه. صحيح بالفعل، لان نسب الرطوبه دايما لما بترتفع بتخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره. فترات الليل طبعا هي بتبقى يعني الرطوبه عاليه، لكن مش بالشكل الكبير برضو اللي احنا بنحس بيه في فصل الصيف. تدريجيا مع شهر 5 هنبدا نلاحظ في ارتفاعات في نسب الرطوبه، ده اللي هيخلينا نحس اكتر بارتفاع درجات الحراره مع بدايه شهر 5. عشان كده احنا دايما بنقول مع نهايه 4 بدايه 5 نقدر نرتدي الملابس الصيفيه، لان نسب الرطوبه ودرجات الحراره بتبدا ترتفع.
صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعة اليومية معانا. بشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة والعظمى 33، الصغرى 19، العاصمة الإدارية 33-18، الإسكندرية 31-16، العلمين الجديدة 30-15، مطروح 28-14، دمياط 29-15، بورسعيد 29-15، إسماعيلية 33-19، السويس 33-18، العريش 28-14، كاترين 27-10، طابة 28-15، حلايب 29-22، شلاتين 32-20، شرم الشيخ 32-20، الغردقة 32-20، الفيوم 32-16، بني سويف 34-17، الوادي الجديد 36-18، أسيوط 36-18، سوهاج 34-18، قنا 35-18، الأقصر 36-20، وأخيرا أسوان 36-21. يا ريت كلنا ما ننخدعش في ارتفاع درجات الحرارة، إنها بتنخفض بشكل كبير في الفترات المتأخرة من الليل علشان ما نتعرضش للنزلات البرد. هرجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا.